شاركنا بالأكلات الشعبية اللي نحن الحين موجودين متواجدين فيها، شاركنا بالأكلة اللي مشهورة عندنا اللي هي الخبيصة، البلاليط، الأكلات المخبوزة مثل اللقيمات، نحن نسميها فقاع، وشاركنا كذلك بالشباب، وشاركنا بالنخي عشان نبرز الأكلات الشعبية اللي موجودة في الإمارات. القسم الثاني عندنا خيمة تراثية فيها أزياء إماراتية اللي هي الثوب والكندورة والذهب، وعندنا العروس الإماراتية القديمة، عندنا الأشغال الحرفية اللي المرأة في الإمارات تشتغل فيها مثل التلي اللي هو يتركب على الملابس، عندنا الخوص اللي هو من سعاف النخيل نعمل فيه متشاب ومهاف، عندنا الغزل اللي ناخذه من وبر الماعز ويغزلونه بعدين ينظفونه بعدين يعملوا فيه سدو للرواق أو التحضيرات اللي موجودة في الخيمة الإماراتية البدوية. عندنا نسوة تدرب النساء من الفاضلات من جمعية في طنطان، تعلمهم كيف الحرف القديمة، خاصة الحرف الصحراوية اللي خاصة بالصحراء. الإقبال ممتاز ما شاء الله على النساء في طنطان، والرجال يحبون يعني يجربون الأكلات الغريبة الإماراتية، يحبون يطلعون على تراث الإمارات، يشوفون تراث الإمارات. عندنا الفرق الشعبية يحبون يطالعون الرزفة اللي هي العصا اللي يمسك الراجل العصا، والرزفة نحن نسميها رزفة. والقهوة هي رمز البدوي والعربي في كل مكان. عندنا احنا هنا ضيافة القهوة في مهرجان موسم طنطان، عندنا بما تشوفون 3 دلات، وهذه كل دلة لها اسم. الدلة الأولى اللي هي الكبيرة تسمى الدلة الخمرة، والمتوسطة الدلة اللقمة اللي يطبخون فيها القهوة، وكذلك الدلة الصغيرة المزلة اللي يزلون فيها قهوة ويكرمون الضيوف.